أحد المشايخ عليه رحمة الله توفي قبل أكثر من 12 عاما، لما جئت قلت المقرأ عليك في الزاد، قال عندي سؤالان. السؤال الأول: أين يذكر الفقهاء حكم الخمر؟ وين؟ إذا لم تكن هناك كتاب للأشربة، الأشربة الأصل هو الخمر معروف، لكن لا ما يذكر في الحدود، يذكر في كتاب الجهاد. وأين يذكر حكم الغناء؟ في باب النكاح. إذا مسألة معرفة أين توضع المسائل هذه لا يعرفها إلا من حفظ المتون أو عني بها في أول أمره وحداثة السنة، فيكون مستظهر لمضان المسائل ومعرفة أماكنها. ومن النكت أن بدر الدين الزركشي الشافعي الفقيه العالم في صاحب المؤلفات سئل عن مسألة فقال: ذكرها الرافعي. فجاء بعض الناس فقال: أبد الرافعي ما ذكرها، ما ذكرها الرافعي صاحب العزيز أو فتح العزيز على خلاف في اسمه. فقال: بلى، ولكنك أنت لا تعرف أين ذكرها، ذكرها في غير مظنتها. وذلك ألف بعدها كتاب المشهور خبايا الزوايا، وألف بعضهم مثل ابن السبكي كتاب سماه الخادم، يعني أين تذكر المسائل في غير مظنتها. فالمقصود أن هذه المختصرات مهمة لمعرفة هذا الأمر، وهذه من باب الفوائد الاستطراد.